معانا الأستاذة أسماء من الجيزة. ازيك يا فندم؟ عامل ايه يا مولانا؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. أنا دلوقتي حضرتك عاوز أسألك على حاجة. دلوقتي جوزي كويس جدا ويعني أخلاق ويعني ما بيبقاش حاجة حرام خالص، بس للأسف ما بيصليش. دي حاجة مزعلاني جدا جدا مني، ودايما يعني أقول له عشان البركة في البيت، هو الحمد لله يعني حاله متيسر جدا، بس أنا النقطة الصلاة دي أهم حاجة عندي في حياتي كلها. طيب مزعلني خالص إن هو ما بيصليش. هقول لك انت عايز انا اكلمه عشان يصلي مش كده؟ يعني عاوزاك تكلمه، عاوز او حضرتك، هو مش موجود معايا الوقت الصراحه، بس عاوزه حتى يعني قول لي ايه النصايح تاني اللي اقولها له، لان اقول لحضرتك شويه نصايح تقولها له. بس انا متوغوش شويه من حاجه، متوغوش في انك انت يكون هو عنده موقف سلبي من نصايحك وبيقول لك. لا والله 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 يا شيخنا، انا بتكلم معاه بهدوء، بس انا قلت هو مش انتي، انا قلت هو يكون عنده موقف سلبي من نصايحك. يعني ايه موقف سلبي؟ ان هو بيعتبر نصايحك ده نوع من انواع نقده، ونوع من انواع تكسيره، ونوع من انواع التعليم عليه. هل ده صحيح؟ للاسف ايوه فعلا. طيب خليني اقول لك بقى، في ظل الحاله اللي احنا فيها دي ممكن نعمل ايه؟ يعني وللاسف يمشي على شغله وما يصليش الفجر، دي حاجه بس يا شيخنا بتبقى مزعلاني خالص خالص، ان هو يمشي يبقى اذان، هو يعني انا اسف يعني بيلبس وياخد بعضه ويمشي، يبقى الفجر اذان، المفروض ان انا اصلي قبل ما انزل حتى ربنا يبارك لي في شغلي. حاضر، اقول لحضرتك ايه، بس انا في الحقيقه خليني اجاوب على الاستاذه اسماء. في الحقيقه انا اقول لكم، بس خليني اجاوبها على مساله الصلاه. بس الاستاذه اسماء مش هي دي قضيتها، هي قضيتها ان الست لما بتحس ان في حاجه مهمه جدا في قضيه الدين مش موجوده، وهي اصلا عايزه زوج تحس معاه بالامان، فلما هو ما بيصليش، معلش انا هقول لكم ازاي الستات بتفكر، وهم عندهم حق في الحته دي. فاذا كان زوجها ما بيصليش، فهو مش عارف باب مهم جدا من ابواب تقوى الله، فهي بتحس ان هي على حافه الهاويه، ممكن في اي وقت انا اسف يغدر بيها، حتى لو كان هو ما طب ما واحد يقول لها طب ما هي سلوكه حسن اهو وراجل كويس معاكي، امال ايه اللي حاصل؟ الحاصل ان هي خايفه، مرعوبه من ايه؟ من ان هو ما بيصليش، والصلاه ديت عمود الدين، والصلاه ديت هي الباب الاوسع للتقوى، فهي قلقانه من ايه؟ من ان هو في اي وقت ممكن تجي له حاجه، معصيه او شهوه تضيع البيت كله. فكلامي للسيد زوج السيده اسماء بقول له خلي بالك، مش هقول لك بس ان الصلاه اول ما يسال عنه العبد، مش هقول لك ان الصلاه دي هي عمود الدين، مش هقول لك يا سيدي ان الصلاه دي هي اصل البركه، لكن هقول لك انت محتاج الصلاه، انت بغير الصلاه لا حياه، انت هتلاقي نفسك بدون الصلاه عايش في حياه هامشيه. الصلاه بتفتح لك باب لتخفيف الاحمال التي عليك، لان انت بتذهب للملك سبحانه وتعالى، ومن ذهب الى الملك لا يعيده وهو يحمل أي شيء من أوجاعه. إذا ذهبت إلى الملك هترجع زي ما قال حضرة النبي، أرحنا بالصلاة يا بلال، هترجع مرتاح. لو إنك أنت رحت لسيدك اللي هو بيده ملكوت السماوات والأرض، اللي بيده كل شيء، الذي هو خالق كل شيء، والذي هو خزائنه ملأ سحاء الليل والنهار، أنت ممكن تكون متأثر إن بعض الناس اللي بيصلوا ما بيكونوش من أهل الاستقامة الخلقية. طب وانت مالك بيهم؟ دول اخطاوا، هل الخطا بيكون حجه على الصواب؟ خليك انت شخص بتصلي وتقبل على الله سبحانه وتعالى. كل الحجج اللي انت بتقدمها لنفسك عشان ما تصليش، على انك انت الصلاه اهم ولا الاخلاق، الصلاه اهم ولا حسن العمل، ما فيش حاجه اسمها ده ولا ده، الاثنين بيكونوا بعض. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انت عايز تبقى عايز يبقى عملك مبارك ومليان خير وبركه ونور، صلي. لو انت فعلا بتحب ربنا صلي. لو انت عايز تشوف الحياه سعيده ونور وبركه صلي، بسيطه خالص. واذا كنت انت خايف ان الصلاه تبقى عمل رتيب، خلي كل صلاه من صلواتك ليها معنى. مره تدخل على الصلاه وكانك بتستنجد بربنا، ومره تدخل على الصلاه كانك بتدوب في اللقاء والمحبه مع الله، مره خش على الصلاه وانت متعلق
بأحبال الله سبحانه وتعالى إن هو يخرجك من معصية أو إنه يغفر لك شيء أنت عملته وكسرت فيه خاطر حد. خش على الصلاة بمعاني كتيرة، هتبص تلاقي الصلاة هي حياتك. يا سادة يا سيد، لن تستطيع أن تحيا الحياة بدون صلاة، لأن الحياة، لأن الصلاة هي شهد الحياة. ربنا 5 مرات بيدعونا للقائه، الملك بيدعونا إلى لقائه، فالصلاة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أم مريم من القاهرة تفضل. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم مريم، تفضلي. ازيك يا دكتور عمرو؟ نعم بفضل الحمد لله. هو جوزي يا دكتور عمرو تاجر كاوتش. جوزي ايه؟ تاجر كاوتش، تاجر كاوتش بيطلع برضو الكاوتش ده بالأقساط. معايا شيخنا؟ تاني كده، زوجك ايه؟ تاجر كاوتش، كاوتش بتاع عربيات النقل. تاجر كاوتش، طيب وبعدين؟ بيطلع الكاوتشات دي بالقسط. طيب. وبعدين هو كان واخد فلوس من ناس، يعني كان واخد فلوس من ناس وبيشغلها برضو ايه ضمن فلوسه. طيب دلوقتي لما انا قبل طبعا في الخطوبه هو كان قايل لي وكده، فانا قلت له لا المفروض دوت خلاص الموضوع دوت نقفله علشان الموضوع ده حرام. عشان يعني الموضوع ده ايه حرام؟ بيدفع ارباح ثابته، يعني بيدفع لي للناس اللي يعني هو واخد منهم فلوس وبيشتغل في الكاوتش بيهم. مين قالك ان ده مين قالك ان ده حرام؟ خبط لزق كده. انا ما هنعرف كده التجاره ويطلع ارباح ثابته، انا اعرف دي الربح ممكن بزياده او بالاما ده حتى لو خسر بيطلع 20% كملي سهلية. كملي كملي. لا هو لو ان هو بعد ما بيديهم ارباح بيعمل حساب ختامي؟ لا ما بيعملش حساب. طيب. شيخنا تمام. بس يا ماما. طيب كملي يا ام مريم، انت بس عايزه تقولي له ان انت حرام. يبدو ان انت مش معجبه باخلاقه ومش معجبة بالعيشة. لا لا لا, لا طيب. انا مش بتكلم في كده والله. لا والله. طيب انا طيب اتفضلي كملي يا ام مريم. بس هو المهم خلاص طلع من المشروع ده وكده، لعند دلوقتي بيدفع طبعا قسط للناس اللي واخد منهم فلوس، بيدفع قصدي ارباح شهريه للناس اللي واخد منهم فلوس، لان تجاره الكاوتش دي وقفها، والناس طبعا اللي بياخد منه كاوتشات مش دافعوا الفلوس ليه طالما وقف التجاره. ولعند دلوقتي بيدفع ربح ثابت للناس اللي لهم فلوس عنده، يعني اللي 50 يدفع له 1000 في الشهر، اللي 100 يدفع له 2000 في الشهر. ليه بيدفع لهم؟ ليه بيدفع لهم ارباح وخلاص التجاره خلصت ووزع عليهم فلوسهم؟ لا مش وزع، ما هي الناس اللي واخدين كاوتش مش بيدفعوا له، مش بيدفعوا له الفلوس. يعني الناس اللي يعني هو دلوقتي اسمعيني طيب، يعني هو دلوقتي هو اشترى منه ناس كاوتش ولسه ما دفعوش فلوسه. لسه ما دفعوش الفلوس، فهو بيدي للناس باعتبار ان هم ما زالوا مشاركين معاه في الكاوتش اللي باعه. ايوه وبعدين لا. ولما ربنا بيفرجها عليه من اي من شغل بقى الثاني بيدفع للناس فلوسهم اللي ليه 50 مثلا. طب فين السؤال بقى؟ فين السؤال؟ طيب ده حرام ان هو لسه لعند دلوقتي بيدفع ارباح مع انه اصلا التجاره خلصت، يعني بيدفع ربح كده وربح ثابت، يعني مع انه هو يعتبر خسر ومع ذلك بيدفع ارباح، ده في محرمانيه علينا؟ طيب خليني اقول لك بس عشان اتاكد ان انا سمعت كلامك كويس، جوزك بيتاجر في الكاوتش، خد فلوس من الناس عشان يتاجر في الكاوتش، ناس اشتروا منه الكاوتش وبيسددوا له. اسمعي طيب، اسمعيني طيب عشان تقولي لي ايوه ولا لا. فباع للناس الكاوتش والناس بيسددوا له فلوس الكاوتش دوت باقساط، وهو مازال حتى الان بيعتبر ان الناس دول شركائه وبيدي لهم ارباح ثابته، صح كده؟ طيب إذا كان السؤال هكذا فالأساس عشان تصحيح هذه المعاملة إن زوجها يبقى فيه حساب ختامي للأرباح والخسائر، ما يكونش بيدي للناس أرباح إلا إذا كان بيعملوا حساب ختامي. حساب ختامي يعني إيه؟ إن يكون الفلوس اللي فوزع عليهم دي مساوية للأرباح اللي هو حصلها، وإلا ده هيوقعوا في الإغراق في الديون، هيبقى ديون من هنا وديون من هنا وفي الآخر خالص هيقع في الفساد. يبقى ايه اللي هيحصل عشان المساله تبقى مش فيها اي نوع من انواع الحرمه؟ يبقى هو بيعمل حساب ختامي يقول لهم والله انتوا كسبتوا قرشين، كسبتوا 3 والامر ده. طيب هل ده بقى، هل ده هيفضل طول ما الفلوس بتاعت الناس دي شغاله في الكوتش، او ما زال حتى الان بيشتغل في التجاره، ما زال فلوسهم معاه وما زالت في التجاره عند الناس، الاقساط اللي بيسددها الناس دي جزء من فلوس الشراكه اللي بينهم،
امتى يمتنع عن اعطاء الناس الفلوس دي؟ لما يقول لهم يا جماعه احنا فضينا الشركه دي، فضينا الشركه دي، وايه اللي هيحصل؟ وهسدد لكم فلوسهم. ما دام لسه الشركه قائمه يبقى فيها حاجتين، يحصلوا على ارباحهم اذا كان بيكسب، اما اذا ما كانش بيكسب فهو لازم يعمل حساب ختامه ويقول للناس احنا بنخسر. طب هو ايه السبب في ده؟ السبب في ده ان هو ممكن يكون كان بياخد فلوس ده يديها لده، او ياخد فلوس من ده يديها لده، لغايه ما يقبض الاقساط من الناس بتوع الكاوتش. هو لازم يتوقف عن ده، اللي بيعمله ده حرام، ما ياخدش فلوس تاني غير لما يصفي هذه الفلوس، لانه لو اخذ الفلوس ويفضل كده هي دي الدايره اللي بيقع فيها الناس اللي بيستغلوا الناس. فيبقى الحل ببساطه خالص هو عليه ان هو يعمل حساب ختامي ويعطي للناس ارباحهم الحقيقيه، لان لو اعطاهم ارباح غير حقيقيه هذا باب من ابواب اكل الناس بالباطل على المدى القريب المتوسط او على المدى البعيد. فلذلك هو لابد ان هو يمتنع عن ده، لان ده عجله وهتوقعه في المشكلات. فانا بقول له ان هو لازم يتوقف عن ده ويعمل حساب ختامي ويدي للناس ارباحهم الفعليه، لان هو لو استمر في ده هتركبوا الديون وهيغرق في الديون.